معنا عبر الهاتف من طهران الخبير في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية الأستاذ أمير موسى. وأستاذ أمير، توقيت هذه المناورات لا يعني لا يخفى على أحد أنه يمكن أن يبث رسالة ما إلى الأطراف الدولية والإقليمية، هل أنت موافق على هذا التحليل؟ أنا لا أعتقد ذلك، باعتبار أن هذه المناورات كان مخططا لها قبل شهرين المفروض أن تنفذ، لكن الأجواء في ذلك الوقت لن تساعد فأجلت وحدد وقتها. يعني قبل الانتخابات أعلن أن بعد الانتخابات ستتم هذه المناورة، فلذا تمت هذه المناورة بعد الانتخابات. طبعا لن يكون أحد متوقع أن تكون الأحداث بهذه الصورة في إيران، لأن أعلن قبل الانتخابات بأسبوعين أن هناك مناورات بعد الانتخابات بأسبوع تقريبا. هل هذه المناورات مما يمكن أن يمثل مشروعا يلتف حوله الشعب يساعد على توحيد الصف الإيراني أو وقف هذه الاحتجاجات الجارية في الشارع الإيراني؟ أنا لا أعتقد ذلك. في الحقيقة المناورات هي لها دلالتين. أنا أعتقد الدلالة الأولى أن إيران القوات المسلحة الإيرانية هي على جهوزية عالية مهما كانت الظروف السياسية الداخلية، وأن إيران مستعدة لصد أي اعتداء محتمل بكل الظروف، فلذا جهوزية القوات المسلحة كانت هي الأهم في هذه الرسالة، وطبعا لها كثير من الأهداف وكذلك لها كثير من الرسائل. أنا أعتقد أن عندما أعلنت إيران الطائرات ستقوم بطلعات في مسافة 3600 كيلومتر، هذه لها دلالة مهمة جدا، وربما تكون رسالة موجهة إلى الكيان الصهيوني مباشرة الذي أجرى مناورات على مسافة 2000 كيلومتر في مياه أو على في أجواء مياه البحر الأبيض المتوسط. هو قام ب 2000 كيلومتر، القوات الجوية الإيرانية تقوم بمسافة مناورات بمسافة 3600 كيلومتر، يعني يمكنها أن تصل إلى أبعد. لكن أستاذ أمير، أنت تعلم أن يعني لا مقارنة بين سلاح الجو الإيراني ونظيره الإسرائيلي. الإسرائيليون يحصلون على أحدث تقنيات أسلحة الطيران الحربية من الولايات المتحدة، والإيرانيون ربما لا يستطيعون تحديث ترساناتهم الجوية. نعم، لديها إيران الإمكانيات الكافية لردع الاعتداءات المحتملة، بالإضافة إلى المنظومة الصاروخية. القوات الجوية أبدت استعدادها لهذه الجهوزية، أنا أعتقد بإمكانها أن تقوم بأعمال كبيرة وربما بمفاجآت، فلذا لا يمكن استصغار الأمر. وأثبتت إيران من دون التعاون الغربي أن تصل إلى ميادين وأندية خطيرة ومتقدمة جدا كما وصلت في المجال النووي والمجال الصاروخي، فلذا أنا أعتقد أن لديها ما يمكنها من الدفاع عن أهدافها الاستراتيجية. شكرا جزيلا للسيد أمير الموسوي الخبير في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية، كان معنا على الهاتف من طهران. تحذير شديد اللهجة ينذر بدخول البلاد في مرحلة أكثر عنفا، خاصة وأن الحرس الثوري من أشد الداعمين للرئيس الفائز رسميا محمود أحمد نجاد ولآية الله علي خامنئي. كما أن تدخل الحرس الثوري على خط المواجهات قد يعني قمعا عارما للمظاهرات وسقوط العديد من القتلى. وفي غمرة تبادل التحذيرات والتعتيم الإعلامي يبقى الوضع متوترا في شوارع طهران، وسط إصرار من مير حسين موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية على الدعوة للاحتجاج، بالإضافة إلى استمرار اعتقال المتظاهرين. ما قد يزيد الصورة قتامة إقرار مجلس صيانة الدستور بوجود مخالفات في أكثر من 50 من الدوائر الانتخابية. المجلس قال إن عدد الأصوات التي فرزت في تلك الدوائر تجاوز عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، وإن أكد في الوقت ذاته على أن ذلك لن يؤثر على النتيجة العامة وفوز أحمد نجاد. وفي غمرة الاتهام لدول غربية كبريطانيا بمحاولة زعزعة النظام، كشفت مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية المرموقة ما سمته نقاط خلل في نتائج الانتخابات وتبدلا في التوجه العام. وبحسب تقرير المؤسسة فإن النتائج لا تتطابق مع التفسير الرسمي بأن نسبة كبيرة من الأصوات الصامتة أدت بأصواتها، كما أن نسبة الإقبال في محافظتين تخطت 100%. وبحسب التقرير فإن فوز أحمد نجاد يعني أنه فاز بكل أصوات المحافظين و40% من أصوات الإصلاحيين في ثلثي المحافظات، وهو غير قابل للتصديق بحسب المؤسسة.
بالنظر إلى كل ذلك يبدو أن الوضع السياسي في إيران متجه نحو مزيد من التصعيد في أزمة لا تشغل بال الإيرانيين فحسب بل ترصدها أنظار العالم كله. وفاء زيان، بي بي سي.